نرحب بيكم كلكم. شرفتونا وطولتوا لعبتنا، ومش معنى سحبكم في الشارع، ومش معنى عرضكم على النيابه كمتهمين ان انتم اساءوا او اخطاتوا. اجرموا حق الدوله، هي اللي مخترعه حقكم، الدوله هي اللي بتعاقب. اذا كان في مجرم ومذنب فهو النظام الحالي اللي مش عارف، اللي بيصدر قرارات ومش عارف ينفذها، اللي بيصدر قرارات من مجلس الوزراء وبيحيد عنها وبيتلاعب عليها وبيلعب بافضل شباب موجودين في مصر. يعني ما عادش فاضل اكتر من حمله المؤهلات العليا ان هم يتسحلوا ويتبهدلوا في الشارع باتهامات مزيفه ومدلسه. لما ننزل باحراس بناطيل وخيم، احنا مش نازلين بلطجيه. الاتهام اللي اتوجه لنا باستعراض قوه، احنا لا نازلين معانا بنتوفر اسلحه بيضاء. احنا لا حاصرنا مدينه الانتاج، ولا حاصرنا الدستوريه، ولا عطلنا قوانين، ولا عطلنا مؤسسات. انا محمود عبد الله عبد العزيز، حماده ترابيس، محمد الماجستير والدكتوراه، حصل على ماجستير في القانون الخاص من جامعه طنطا. امبارح انا كنت يعني بالنسبه لاعتصامنا عند الدكتور هشام انديب، كان اعتصام سلمي الى الغايه، وكان بادئ من يوم 17/1 الماضي ده، وكان مساء، وكان بدايه اعتصامنا او كان سبب اعتصامنا الاساسي ان احنا كمحاوله لتوصيل صوت للدكتور هشام انديب من اجل الحصول على الموافقه على تعديل القرار المعيوب الذي تم ارساله الى تنظيم الاداره. طبعا الموضوع في الاول كانت حركات غريبه، كان عبود امن مركزي كانت موجوده قريب مننا جدا، يعني يشير ان في نيه ان احنا يعني هيتم اعتقال المره او هيتم احتكاك معاه المره دي. اضف الى ذلك اليوم اللي قبليه كان بالليل، كنا احنا عاملين زي خيمه كده في المكان وعاملين البطاطين بتاعتنا. جه مدير امن الجيزه طلع قطع الخيمه ونزلها في الارض وداس عليها وقال انا مدير امن الجيزه، انا اللي شفت لكم الخيم دي وانا اللي هحضر اسباب القوه، واللي عايز يروح يحرر المحضر يروح يحرر المحضر هناك في اسم الشرطه، وبكره انتوا قدامكم بكره لو ما خدتوش اعتصامكم ده بالهدوء انا هفضه بالقوه وهعتقل كلكم. حضرتك انا صورتي موجوده في جريده الوطن، انا اللي مكتوب عني من السحالات، فعلا ضربوني وهنوني يعني لدرجه انا ما تتخيلهاش. احنا اتعاملنا معامله ما تليقش بحيوانات، مش دكاتره وحمله ماجستير.